للأمانة في شوية تحضيرات، من ضمن التحضيرات تقطيع البطاطس، الرز بتاعنا مغسول ومنقوع، اللحمة بتاعتنا هنبدأ إن احنا نشفيها شوية، وبقدر الإمكان يعني أجتهد في إن أنا أتخلص من شوية دهون فيها. معانا حتة لحمة حلوة كده زي الفل، وتعالوا مع بعض نشوفوا مقادير قطعة من بيت الكلاوي أو ريش كوستاليتا، صينية بالبطاطس لطيفة وجميلة بتتبيلة الشيف المغازي زي الفل. اللحمة معانا اهيت لسه طازة مقطوعة النهاردة الصبح، ومعانا روزماري، معانا فلفل حار، معانا بصل وتوم وبطاطس زي الفل. روزماري ده خليه هنا، وتعالوا نشتغل في الايه، في الطبق ده كده بسيط. مقادير دي في متناول الجميع، بس اعتقد فيها خبرة طهوية شوية حلوة قوي. هنجهز طبق عشان نتبل فيه اللحمة، وخدي بنصيحتي، كل ما كانت اللحمة طازة كل ما كانت مش عايزة توابل كتيرة ومش عايزة زحمة في التوابل. دي معلومة مهمة جدا. حلو، كل ما كانت يا عم الشيف اللحمة طازة كل ان احنا نقلل ايه عينيا. حاضر اهو، بص والله العظيم بحبك اهو عينيا. مقادير صينية لحمة ضاني او ريش ضاني بالبطاطس، بس هو ده العنوان. بطاطس بتاعتنا زي الفل متقطعه وجاهزه، وهنشوف نقطعها ازاي ونرصها بشكل لطيف، لان هقدمها في الصينيه لا تخش الفرن، يعني الصينيه لا تخش الفرن، هي لا تخش على السفره. حلو، ومعانا بصل ومعانا توم. نبدا كده نبص على اللحمه حته حته، ما نعتمدش على الجزار، لازم نبص عليها كده ختم فيها بتاع الجو اللي احنا عارفينه ده كده اهو. حلو، ده الطبيعي. وعلى فكره حته اللحمه لما بتمشي بين ايدك كده وهي نيه، الواحد بياكل منها، يعني بيبقى ايه خلاص عينه شبعت منها اهو. خلي بالك ما يتفاجئش بقى على السفره، ده مهم جدا على فكره. دي فله، نشيل دي كده تمام اهو. حلو تمام، الله، دي بقى مع طاجن باميه ما اقولكيش الجو اللي احنا عارفينه ده. والقرن الفلفل ده كده زي الفل، واشيل الروزماري ده كده اخليه هنا كده وتمام، والبلانشه كده دورها انتهى. حلو الكلام، نوسع لنفسنا كده واحده واحده تمام، والسكينه كمان مش عايزها. اي حاجه تشتغل عليها لحمه، سكينه بلانشه، لازم طبعا تتخلصي منها اول باول عشان نبقى واضحين مع بعض كده. طيب هنبدا نشتغل فيها يا عم الشيف. اللحمه نتبلها، تبلها بايه بقى؟ ده كلام حلو قوي. معانا اساسي فلفل اسود، الفلفل الاسود المجروش ده ما يكونش ناعم اللحمه تحبه. اللحمه طالما طازه بهاراتك ملح وفلفل اسود، وللامانه شويه قرفه ناعمين. هتقولي لي القرفه ليه يا شيف؟ عشان الضاني في نسبه زفاره شويه، في اطفال على السفره بنشجعهم على الصيام، لازم نعمل الاكل كمان على ذوقهم، فنشيل الزفاره من الضاني بالقرفه الناعمه. سنه بابريكا بس خلاص. حلو، طيب معانا اللهم صل على النبي شويه زيت كده زي الفل، ومعانا الروزماري اللطيف الحلو ده كده الله اهو. الشغل ده تعمليه كده بمزاج حلو اهو. معانا من الفلفل ده اللطيف الحلو ده كده خمس زي ما هو، انا بحبه كده زي ما مش هقطعه. ليه بقى؟ في اطفال مش ممكن مش بيحبوا الحار، فده ما ينفعش معاهم. ومعانا التوم طازه، ناخد من التوم الطازه ده شويه. بشتغل بايه؟ ده عود الروزماري يا شفيق، ده عود مش معلقه، ده عود روزماري، عود روزماري اللي كان معايا من شويه بنزل بيه التوم اهو. توم كتير زي الفل. حلو قوي. على فين يا شيف؟ لسه معايا النار بتسخن. في مثل يقول لك يا مغازي اضرب الحديد وهو سخن، يعني قول كلمتك في القعده. حلو الكلام، طالما كلمه الايه؟ الحق اهو 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 اهو. يا الله، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده اهو اهو اهو. وامسك حته اللحمه كده، المفروض تعملها من بالليل بقى، يعني تسيبها في التتبيله دي ساعه زمن. حلو قوي، يعني ساعه حلوه قوي عليها. لو اللحمه طازه اهي، اللحمه لونها يتغير شويه مفيش مشكله، التوم والبصل بيغيروا لون اللحمه، ولو حطينا شويه خل دلوقتي ما تتفاجئيش برده لونها هيتغير شويه لما تقعد في التتبيله. الحاجات دي مهمه جدا على فكره، بس للامانه انا مش هحط خل لان انا مش بشويها،
انا هشوحها على النار لان لسه هتخش على حكايه تانية خالص. في صينيه بطاطس انا مقطعها ومروقها زي الفل، ممكن نوريها لحضراتكم كده اساتذه المصورين حبايبي، اهي صينيه بطاطس بجهزها عشان هنتعرف عليها دلوقتي مع اللحمه بتاعتي. وعندنا الشوايه بتاعتي جاهزه. نعم يا غالي. لا طبعا ما ينفعش، يعني انا مش عاوز احطها ني في ني، لان انا مقطع البطاطس شرايح رفيعه كده، وفي نفس الوقت عايز اللحمه دي تستوي. انا من الناس اللي بيحبوا اللحمه ويل دان في السوى، ايا كان بقى كان دوز ضاني مفيش مشكله. اه ونمسك اللحمه دي يا عم الشيف نرصها على الشوايه وتاخد راحتها خالص. حلو، واحنا واقفين مع بعض كده بنتسلى. اه اللهم صل على النبي. لا الصوت ده بيجوع، سامحوني يعني الصوت ده بيجوع. تاخد الصدمة النارية على ما اجهز الخلطة بتاعة المشوي. الله الله على الريحة، فلفل حار عينيا. أهم حاجة في الآخر نشوف طبق حلو، هو ده. ايوه حبيبي. عينيا عينيا. الله 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 الله. ده انا هطلع خالص من الاستوديو. الله عليك، حاضر. طيب اللحم بيستوي للأمانة، معايا صينية بطاطس حلوة أهي جاهزة. خلينا بس نطلع الفاصل يا شباب بعد ما نعمل التركية الأخيرة دي. اللحمة بتستوي ومعانا صينية البطاطس متقطعة جاهزة. مهم جدا بحط على صينية البطاطس ديت اللي كان فيها تتبيلة اللحمة شوية مية. ركزوا معايا، دي مية أهي مغلية زي الفل. بحط عليها الملح، هنعملها في مفيش، هندخلها الفرن دلوقتي ونخلص منها. ملح اهو، تمام. نظبط الملح كده كمان وشويه فلفل اسود، مفيش توابل كتيره بس زي الفل. وهجيب بطاطسيه حلوه كده معانا، بطاطسيه اهي. ونمسك البطاطسيه دي نقطعها ازاي ونوري لحضراتكم ازاي البطاطس تقطعيها وتبقى كلها شريحه واحده واحنا شغالين مع بعض. اول حاجه بثبتها كده اهي، خلاص كده البطاطسيه عمرها ما تتحرك ابدا من على البلانش، تحت ايدك ونمسكها كده بالشكل ده كده. عيني، حاضر. بس تمام. ونمسك البطاطس ترصها كده. خليني بقى ارص البطاطس انا، لان محتاج ان انا ادلع الصينيه وازوقها علشان البطاطس دي فوقيها كده هنغطيها باللحمه اللي بتستوي في على الزهره بتاعتي او على الجريلا بتاعتي. خلينا نطلع فاصل صغير حسب تعليمات مخرجنا الجميل. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع اللحم بتاعنا بيستوي واستعراض الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. معانا البطاطس مقطعينها وجاهزة، خلي بالك مكان تتبيلة اللحمة في الصينية لسه معايا، محلك سرك، كل حاجة عليك يا تاجر. هناخد اللحم دي زي ما هي كده، أعتقد إن هي خلاص بعد التحميرة دي والصدمة النارية دي زي الفل. هننقلها كده بالسلامة على صينية حلوة مبروزينها ببطاطس لطيفة وجميلة اهي. حلو، الله 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 الله، زي الفل. وندخلها الفرن، مش تاخد مننا وقت لان البطاطس انا مقطعها. نورينا البطاطس كده يا شفيق بعد اذنك. بطاطس بص خيالي باين من بطاطس متقطعه شرايح رفيعه شيبسي. مش عايزها تخينه قوي، خلي بالكم لان يعني في ساعات والله ممكن البطاطس اللحمه تستوي والبطاطس لسه ما استوتش، خلي بالكم. البهريز ده كده عينيا، حاضر انا لسه هدلعلك اخر دلع. هاخد كل اللي في الصينيه ده كده ننزله على البطاطس، كل اللي في الصينيه بتاعت التسويه. يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل. حلو تمام، هو ده خلاص توزيعه كده زي الفل. معانا شويه كمان بهريز من دول. الله الله، ونقفلها بقى ونقول لها مع السلامه، باي باي. طيب بتاعك قد ايه يا شيف؟ تقريبا نص ساعه، تقريبا للامانه نص ساعه. ونغطيها كده بورقه زبده دي، اعتقد على السفره مش محتاجه حاجه غير طبق رز ابيض، ممكن شعريه، ممكن تبع رز بالخلطه زي اللي عامله دلوقتي، مفيش مشكله. اهو معانا اطفال على السفره مش عايزين اللحمه اللي فيها حته عظمه ديت، ممكن ان احنا هنعمل لهم دلوقتي كبد مع رز بالخلطه، لطيفه وجميله اهي. درجه حراره الفرن كام يا عم الشيف؟ 180. صلى على الحبيب قلبك يطيب. هناخد الصينيه زي ما هي كده اهي وفي الفرن، باي باي. طيب نخش على اللي بعده كده، تمام زي الفل. طيب تعالوا نشوفه مع بعض. الله، جاهزه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ الف هنا والشيف للي ياكل. تمام، اعتقد ان هي استوت وزي الفل. طيب والله فتحت التلفزيون، بفتح القناه الاولى، بفتح لقيت الشيف المغازي بيجي الساعه 2، حدوته دي وحكايه. لقيته النهارده عامل كبد وقوارص، دايما نعملها مقليه مشويه، عملها مع رز بالخلطه بس شكله مختلف، عمله وعلفه وغرفه على الطبليه بشكل لطيف وحلو، وقدرت ان انا اتفنن في الطبق بتاعنا مع شويه مكسرات، ودخلت اليميش بتاع رمضان اللي هو المشمش مع الزبيب اللطيف الحلو في الاكل بتاعي. اما الريش او بيت الكلاوي، الزبده الحلوه مع البطاطس اللي هسيب الريش واكل البطاطس مع طعم الروزماري والفليفر، شويناها طبعا الاول وبعدين عرفناها على البطاطس ودخلناها الفرن. البطاطس بسكوته مستويه زي الفل مع ريش ملبن. طبق فول خطف الانظار على شاشه التلفزيون المصري حول العالم. روزماري مع زيت زيتون لاول مره جا كده بالصدفه. حبك للمطبخ بيخليك من جوه تبدعي، تخليك تتفنني بدون القصد. خلي بالك اللي بيحب شيء بيتفنن فيه ويبدع فيه دون ان يقصد اي شيء، خلي بالكم. ما كانش في الحسبان بس عجبني الروزماري، حطيته مع زيت الزيتون، سبت شويه اداني فليفر، نزلت بالثوم، نزلت بالفول الغلبان، بقى الموضوع مختلف هنا. رؤيه نستحق، فن نستحق، ابداع نستحق. الكلام ده فين؟ من شاشة التلفزيون المصري ومن ماس بيرو.